هو طبعا يعني سبقا صرحت الحكومة أنها لن تدخل في موضوع نقاش الترشيد في الدعومات أو ما يخالف ذلك، أو وجهة نظرها في ترشيد الميزانية ككل، إلا بالتشاور مع مجلس الأمة، وهذه مشكورة لها. كما صرح رئيس المجلس أنه في دوره سيقوم بالتنسيق لعقد اجتماعات مع مكتب المجلس، ويستطيع أن يحضرها الزملاء في هذا المضمون. وتم نقاش هذا الموضوع في مكتب المجلس اللي في الأسبوع اللي مضى، ووصلنا إلى لقاء غدا التي ستشرح فيه الحكومة رؤيتها في قضية التعامل مع الميزانية في ظل انحدار سعر النفط وضعف الإيرادات بمقارنة بالمصاريف. فإن شاء الله نتوقع أن الحكومة تضع خطتها متكاملة، والنواب سيتدارسون هذه الرؤية، وسينتج أيضا عنها في جلسة الثلاثة نقاشات من هذا الجانب التي ستترجم كل الفهم العام، وإن شاء الله نصل إلى محصلة ترضي الجميع بحدود أن لا تمس صقار الدخل. ونعرف أن النواب حريصين على هذا المبدأ، كما أن كثيرين من الحكومة صرحوا في نفس التوجه. النائب عادل الخرافي رئيس المجلس في تصريحه أكد أن التوجه نحو معالجة هذا الملف يتمحور حول تطبيق رؤية شاملة. ما مدى فرص تطبيق هذه الرؤية؟ المجلس سباق في ذلك من دور الانعقاد الماضي. يعني لا يجب أن نرى للترشيد فقط ونترك ترشيد الحكومة أو تنويع مصادر الدخل أو زيادة مصادر الدخل، هذه كلها طرحت في من قبل سنة وسنتين ويكررها المجلس، ويمكن قبل حتى المجلس هذا. هذا يعني كلام دائر. فإن شاء الله الحكومة في يوم الغد ستأتي بمنظور فعلي ودائم، وبدينا نشعر فيه الآن في بعض الأشياء أو في بعض المواقع، في مثلا رفع الرسوم على الإقامات ورب يعني بعض الأشياء مثل هذا النوع. بس غدا سنسمعها بتصور متكامل، إن شاء الله تكون مستوى على الحكومة على هذا المستوى. إذا قدمت بهذا المستوى ستجد كل الدعم من النواب، أما إذا جيت فقط للترشيد وعلى المواطن أعتقد راح يكون أمر صعب لتقارب وجهات النظر. ومن خلال اجتماع الغد الأستاذي، هل سيتكشف لكم شكل الرد والتصور الحكومي لمعالجة الوضع الاقتصادي والذي ستطرحه خلال الجلسة القادمة؟ أكيد أكيد، وستأخذ الحكومة يعني نوع من تناسق الخطوط في التحرك، لأن الحكومة أيضا يهمها أن يكون هناك تعاون مع المجلس، والمجلس هو انعكاس الوضع في البلاد والشارع، نحن ممثلين الشعب، فيكون هناك موائمة ما بين رأي السلطة في تنفيذ الأفكار وأيضا الرأي الشعبي من خلال نوابهم. وإن شاء الله تكون، أنا متفائل.